دكتور مصطفى حميدة أستاذ جراحة التجميل بطب عين شمس. يعني مؤتمرات بتاعتنا بتاع جراحة التجميل دايما بنتمنى ان الزملاء الصغيرين الخارجين القطار والبادئين في المجال ده ان هم يحضروا، لان حضور مؤتمر زي ده بيخلي الناس تحط رجليها في الطريق السليم، بتعرف كل حاجة جديدة علميا، وازاي الناس السينيورز والناس اللي هي في عندها خبرة زيادة بتقدر تحطهم على الطريق المظبوط العملي، لانهم بيشوفوا الشغل شكله ازاي وبيشوفوا نتائج، وهو يقدر يحكم ايه اللي هو ممكن يستفيد بيه، الطريق اللي هو ممكن يعمله، اذا كان عايز يعرف زيادة وزيادة، او الاختلاف ما بين مدرسة ومدرسة بيشوفها في المؤتمرات، على اساس ان احنا بنوريه ازاي ان هو يتحكم في مستقبله، ويخلي العلم يبقى هو الهدف بتاعه، والعلم ده هيفتح له طرق كتيرة جدا، وازاي ان هو يكتسب علم، وازاي ان ربنا يجي له وقت ربنا يساعده في وقت من الاوقات ان هو برضه يزيد علم الناس اللي حواليه. فدايما بندعو الناس ان هي تشارك في المؤتمرات سواء داخلية او خارجية، لان كل يوم في مجال جديد، كل يوم في تكنيك جديد هنعرفه ازاي من الحاجة دي. لازم نحتك بالناس الخبرة اللي من الداخل ومن الخارج، عن طريق مؤتمرات، عن طريق كورسات، عشان خاطر ان احنا مستقبلنا يبقى مبني على اساس علمي مظبوط، ما يبقاش على اساس يعني مجرد ان هو بيشتغل وجراح او طبيب او اي علمي، بدون ما يبقى شايف الناحية العلمية المظبوطة.